ظهر على شاشة التلفاز أحد العلماء وسئل عن حكم الاحتفال بعيد الزواج، فأجاب بأنه لا بأس في ذلك ما دام أن هذا الاحتفال لا يأخذ صفة دينية. الاحتفالات بالأعياد، عيد الأم أو عيد الزواج أو كذا أو كذا، هذه منكرات وحوادث وبدع لا أساس لها. أما الاحتفال بالزواج نفسه، من يقيم وليمة الزواج، بنى بزوجته أو عقد لها، فلا بأس. أما شيء يعتاد في ليلة من الزمان كل ما دار الحول على الزواج يقيم عيد كل سنة، هذا منكر من البدع التي أحدثها الناس لا وجه لها ولا أساس لها. أو يقيم عيد لولده كما دامت تمت السنة، هذا عيد فلان وهذا عيد فلان، هذه ورثوها عن النصارى وأشبه اليهود وأشباههم، ومشابهة لأعداء الله، فلا يجوز هذا، بل هو منكر. ومن أفتى بجوازه فقد غلط، سواء سمي دينا أو ما سمي دينا، فإن الشيء قد يسمى عبادة وقد لا يسمى عبادة، لكن يمنع لأنه تشبه بأعداء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بكفر منهم. فلا يجوز لنا أن نتشبه بأعداء الكفار ولا نقول